هذا أول ما يبدو في الذهن هذا السؤال: هل فقد النظام البحريني توازنه في التعامل مع جمعية الوفاق أو مع العمل السلمي في البحرين؟ ثم أن قبل هذا المتحف كانت للصورة كلمة، أما اليوم فللصورة ثورة. ثورة الصورة هي التي جعلت وزارة الداخلية تقتحم هذا الموقع من أجل مصادرة ما له علاقة بالمتحف وما ليس له علاقة بالمتحف على الإطلاق. فبداية الدخول تم تغطية جميع كاميرات المقر، وهل هناك إذن بعدم التصوير؟ هذا من جهة، مع العلم أنهم كانوا يصورون كل شيء. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا ما يتعلق بالمقر، فهل كان أحد منهم يفعل شيئا غير لائق قانوني فلذلك تم منع التصوير؟ كما تم منع محامي الجمعية من الوصول إلى المقر، كذلك تم منع جميع وسائل الإعلام من الوصول إلى المقر والتصوير. ونحن نتساءل لسبب منع، أصل منع هذا العمل السلمي. يعني هل أستطيع أن أقول بأنه عمل سلمي 100% أم أنه أقل من كلمة سلمية يمكن أن أطلق عليه ذلك؟ فالعمل سلمي بمنتهى معاني كلمة السلمية، وهذه بعض الصور التي كانت تحكي بعض معاناة التي سجلها السيد بسوني. فلم يكن هناك أي تحريض على الكهراهية. هذه صور كانت موجودة وهي واقعة وفعلية، لا تحكي سوى تاريخ هذا الوطن الذي يجب أن يعتز به كل وطني، والنظام قبل الشعب. هذه مقتنيات الشهداء، إلى أين ذهبت هذه المقتنيات؟ يجب، يعني لم يتبقى مع ذكرى هؤلاء الشهداء لدى عوالهم سوى هذه المقتنيات البسيطة جدا، وتمت كذلك مصادرتها. هذا لباس أحد الشهداء. لماذا يتم مصادرة لباس الشهيد؟ هذا مقتنى يعتبر لا يقدر بثمن لدى عائلة الشهيد ولدى شعب البحرين، لما كان يحمل هذا الشهيد من مطالب تخص جميع شعب البحرين وفدى وطنه بدمه. يعني أستغرب ماذا يوجد في هذه الصور وفي هذا المعرض وفي هذا المتحف من استفزاز للنظام من أجل أن يقتحم من دون إذن قضائي ويصادر كل ما هو موجود في هذا المقر، وأنتم ترون أن المقر قاعا صفصفا. فثورة الصورة بدأت قصتها منذ أن بدأ بالأمس اقتحام هذا المقر. نحن في جمعية الوفاق نستنكر بشدة ونحتج على ما قامت به السلطات من اقتحام هذا المقر ومصادرة كل محتوياته دون أن يكون هناك وجه قانوني لمصادرة محتويات هذا المتحف. ولماذا يتم مواجهة الكلمة الصورة بقوة من قبل النظام؟ هذه صورة معبرة، إبداع، فن، فلماذا يتم مواجهتها بالقوة؟ والمتحف لا يعبر عما كتب، ما كتبه السيد بسيوني في تقريره، وإنما هذا جزء بسيط، هذا قمة الجليد مما تم وحدث وشهد به السيد بسيوني في تقريره. هذه قمة الجليد، جبل الجليد الذي ما زال يحتاج إلى علاج حقيقي لدينا في البحرين.
يعتبر الاقتحام انتهاك لحق الجمعية، جمعية الوفاق، بل هو انتهاك للعمل السياسي في البحرين والعمل المسالم بالوسائل السلمية داخل البحرين. فيجب أن يكون هناك نوع من التوازن والعقلانية من قبل الذين يواجهون الثورة في البحرين، ونحن منطلقين من هذا الاقتحام ومن عقلانية تعامل شعب البحرين وسلميته ومطالبه المشروعة، نقول أن الثورة سوف تستمر، أن المطالب المشروعة لن نتوقف عن المطالبة بها، سوف نستمر بأدوات سلمية وبرقي عال جدا في التعامل وحضاري من أجل أن نواصل درب النضال، من أجل أن نحصل على حقوقنا كشعب. بل يؤكد لنا هذا الاقتحام وهذا الهدم في هذا المقر، يؤكد لنا أن مسيرة النضال في طريقها الصحيح، وأن درب الحصول على المطالب ينطلق من توقف السلطات عن انتهاكات هذه الحقوق البسيطة لشعب البحرين، وكل تصرف من تصرفات السلطات يزيد المعارضة وقادة المعارضة، يزيدهم قناعة أننا بحاجة ماسة في البحرين أن نعيش الديمقراطية ودولة المؤسسات، ويجب أن نحصل في نهاية المطاف على حقوقنا المشروعة.